مشاهدينا نحييكم من جديد. الحياة فيها الصالح والطالح، فيها الكويس والوحش، فيها الشخصيات التي تفعل الخير وفيها الشياطين، لكن على الشاشة دائما الناس يريدون الشخصيات كلها تفعل الخير. انتقادات للمسلسلات كل عام، لكنها زادت هذا العام تحديدا، انتقادات لمسلسلات رمضان بأنها تسعى إلى تحطيم القيم العائلية وإلى نشر الفسق والفجور. اتهامات ناقشناها من قبل لكن هنناقشها في هذه الحلقة مع الفنانة علا غانم، بطلة مسلسل شارع عبد العزيز الجزء الثاني، خاصة أيضا إنها كل رمضان بتوجه إليها اتهامات من هذا النوع. هنستقبل علا غانم وهنبدأ المناقشة بعدها. صباحية بركة عروسة. يلا يا دي برخصة انت وهو. ايه ده؟ اوعى يا علي الطباع بالبال. اموت في الازرق. مين شنق دي؟ يا عب فوق بقى، دي سباع بنت الحاج شرشابي، مش فاكرها؟ هي مش كانت متجوزة ولا ايه؟ لا دلوقتي هي مدوراها. الله الله الله، تعالي يا نونة يا صغنن. انت مين؟ مش دي فترينة الجعر جعور؟ انت بتعمل ايه هنا؟ مظبوط اموري. ايه اللي اموري؟ الامر لله يا نونة يا صغنن انت. لا لا لا، لو سمحت اسمحلكيش ان انت تتكلم معايا بالطريقة دي. معلش يا ست الكل، معلش، احنا اسفين، اوعى تكوني زعلت مننا. وده ايه ده راخر ده؟ ده زميلي ابراهيم، انا وهو لسه شغالين جداد عند المعلم جعورة. المعلم جعورة؟ الله يخرب بيت ام الثورة اللي جابت عليها وطيها دي. اللهم صل على النبي يا سناء، كبرتي وبان عليك السن. يخرب بيتك وبالكلامك العجيب، في حد يقول كده؟ طب ده انا سني باسم ورايحة جاية في الشارع يهريني استويت ولا عطنت من ركنة ولا ايه النظام؟ لا ده انت زي الفل والفستان الاحمر وشغال على قديم. ايه رأيك؟ تمام. احمر عندي عشرة منه، كل يوم احمر كل يوم. ربنا يزيدك بقى يا سناء، هنعمل ايه؟ طيب انا بقى استاذنك ونبقى نتكلم بعدين. طب امسك اهو متحرش اهو اهو. لا بصي بقول لك ايه، اسمع انت. اسمعي تاني. قول. انا خارج من السجن عظمي مكسر، يعني مفيش حيل، يعني مفيش طمع. طمع ايه يا مقشف انت؟ ما انا طول عمري واخدك معفن، حته كهربائي فيشه وسلك ومفك، ولا نسيت فيشه سفر؟ اهو ده انا اللي مكتشفاك، ده انا اللي منزلاك الملاعب، ما تشلتش على نقالة غير لما بعدت عني. وادين يا ستة اهو اتكسرت ونزلت العب في دوري درجة تالتة. ولا يهمك، شوية تسخين وترجع سيدي الكباتن. انا مش هخلص منك باين عليا. راحة فين انت؟ راحة فين؟ اطلع. ايه ده؟ ما انا لازم اتكلم معاك في حتة ما حدش يعرفنا فيها. اطلع فين؟ انا عايز اشوف اكل عيشي، راح اشوف معرض اشوف عيش مين؟ مش هتعرف تشوف ولا عيش ولا خبز. اطلع. فين طيب؟ في اي حتة هادية. ماشي يا سناء، احكي لك حكي. وايه البشر دي؟ علا غانم احييكي من تاني، اهلا بيك. اهلا بيك. متهمه بتحطيم القيم العائليه. تشويه صوره بناتنا ونسائنا، تعليمهن الفسق والفجور، هتلاقي اتهامات كثيرة من هذا النوع. هي توجه لعدد كبير من المسلسلات ولصناع المسلسلات، بس انت كل سنة ينالك نصيب كبير من هذه الاتهامات، ليه؟ مش عارفة، مش قادرة احط ايدي على السبب، بس انا عايزة اقول ان انا طول الوقت بلعب شخصيات شايفاها في الشارع، ما بجيبهاش من وحي خيالي. يعني شايفاها في المجتمع؟ طبعا. أنا دايما كان عندي مقولة كده، إن حصل بعد الثورة انهيار أخلاقي في المجتمع بشكل عام، ولاد بنات أيا كان. فالأنماط اللي بنشوفها في الشارع أسوأ من كده بكتير على فكرة، يعني بقول إحنا بنجملهم، الحقيقة أسوأ من ده. مش هكون قاسية،
هقول في انماط كويسه وفي انماط ما هو ده اللي كتبه الاستاذ فاروق جويده في الاهرام من يومين. قال اللي انتوا بتعبروا عنهم على الشاشه موجود، بس ده 2% مما يحدث في المجتمع المصري، في 98% نقي وجميل. 98% ليه ما بيظهرش؟ 98% نقي مثلا يعني والله انا بقول لو في عندنا 50% نقاء احنا هنبقى شعب شكله حاجه تانية خالص. لو احنا عندنا 50% نقاء، احنا للاسف اولا متحفزين طول الوقت لبعض بشكل غير عادي، نظره هدامه، الناس ما بتعرفش تتكلم غير علشان تنقد بس. معرفش ده احساس الغضب ده حاصل ده من ايه. انا كان عندي نفس الاحساس بالغضب ده بس تخلصت منه بعد 30/6. لا احساس بالغضب ازاي؟ احساس يعني بالغضب، انت قرفان من كل حاجه حواليك، مش طايق اي حاجه حواليك، مش طايق دبان وشك، اوكي؟ بس فمخليه اخلاقك عنيفه. فاهم اقصد ايه؟ اللي هو طول الوقت متحفز، ما هو انت مضغوط. لكن انا حاسه ان انا بقيت رايقه قوي جدا. والله العظيم يا استاذ. امتى تحديدا؟ يعني من بعد نجاح السيسي طبعا، يعني حطيت في بطني كده بطيخه صيفي كده طيب ما هو ده كان يخليك الناس يقولوا ايه؟ طب خلاص نبتدي، ما هو هتلاقي فيه الاتهامات للمسلسلات هذا العام انها تسعى لتحطيم المجتمع المصري وتشويه المجتمع المصري. طب ده كان يخليك تقولي طب لما نعمل الجمال اكثر من القبح، ما نزود الجمال على الشاشه افضل من القبح المستمر. هو انا عايزه اقول ان السنه دي حاصل تطور وكم وكيف في الاعمال الدراميه السنه دي فاق كل السنين اللي فاتت بصراحه، مع ان الاعمال كلها بتتهاجم، بس انا شايفه ان الاعمال كلها مستوياتها هايله. كل واحد قدم فكره جديده، كل مؤلف السنه دي يمكن في الناس مخضوضه، لكن في اعمال مهمه قوي. السبع وصايا اللي بيتهاجم انا شايفاها فكره رائعه. فاهم اقصد ايه؟ وبعدين في الاخر المؤلف بيجيب حاجات من وحي خياله. في الاول وفي الاخر هدفنا حاجه واحده، ان المشاهد يكون قاعد في البيت مستمتع. بنتصارع في ان مين هيكون احسن من التاني، مش هدفي انه استفز المشاهد، ولا هدفي انه اضايقه جوه بيته، ولا زي ما في حد سمعته كان بيقول حط ايدي على قلبي من الالفاظ، خايفه لفظ. انا بسمع الفاظ في الشارع غير عاديه ما بنقدرش نقولها في التلفزيون. انا بتشتم شتايم. ما هو مش معنى ان انا بسمع ده يبقى انا اطلعه على الشاشه. ما انا مش هقول للناس، ما انا ما بطلعوش، مش هقول للناس ما هو دورات المياه بيحصل فيها ايه، فهطلع ده على الشاشه. ما احنا بنجمله، يعني هل انا احنا بنجمله، لكن لازم نقوله، لازم نقوله. بس في السينما يا عود انا بقول للناس ايه؟ انت في النهايه هتقطع تذكره، انت المسؤول عن نفسك.